السلام عليكم أحبائي، اليوم نحكي القصة عن فارس الشجاع أو فضل العباس عليه السلام. كان ولادة الإمام الحسين كتير كتير عطشانين، اللي قرر أبو فضل العباس إنه يروح على نهر يجيب له الماء. راح بالحصان ركض ركض، إلا أول ما شافوا الكفار إنه هو جاي بسرعة تخافوا وتضايقوا، اللي بلشوا يهربوا منه. اللي هو راكد على النهر، وصل على النهر وعبى القربة ماي، بسوي كان حمل ماي بإيده، وهو كان كتير عطشان، فسد الماي من إيده. إلا هو ما بيشرب إلا ما يشرب خيو والولاد، إلا هيك عبى القربة بالماي وراح عند الإمام حسين. الكفار اثنين كانوا ورا الشجرة، وقائد الكافرين لما وصل أبو فضل العباس كان رايح على المخيم، بلشوا هن يزدوا كتير سهون على هون وعلى قلبه وعلى عينه، وإلا وصل سهن على القربة وفختوها على القربة، ونزل منها الماي كله. إلا إجا واحد وراه إلا ضربه بالعمود على راسه، وقع أبو فضل العباس، بس ما تهدى بشي، لا ما تهدى عشان هو ما كان عنده إيدان، طبع على وجهه ونزل منه دم، وكان هو نايم وكان في دم على عيونه، ما كان عم يشوف. أبو فضل العباس عيط لإمام الحسين، أخي يا حسين. إجا الإمام الحسين دغري، لوقف وشافه، وهو ما كان عم يطلع عشان كان في دم على عيونه لأبو فضل العباس. ولما إجا يدقره، قال أبو فضل العباس لإمام الحسين، إذا أنت جاي تقتلني ما تقتلني، وإذا أنت خي الإمام الحسين خذني على المخيم. إلا قال إمام الحسين، أنا أخيك الحسين. إلا أبو فضل الإمام الحسين حطه على ركبته يقوم، يقوم من ركبته. اللي قال الإمام الحسين، ليش أنت عم تعمل هيك؟ اللي قال أبو فضل العباس، إذا أنت استشهدت مين بده يحط راسك بحضنه؟ وأول ما حط راسه على حضن الإمام الحسين استشهد، وبلش كتير يبكي الإمام الحسين، ووقف وقال الإمام الحسين، الآن انكسر ظهري، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.